للأهلي في 2015. كلمني عن شهر الفترة 6/8/2015. 6/8 انا فاكر اليوم ده. 6/8/2015. 2015 يعني بعد كام يوم هتحتفل بالذكرى دي ان شاء الله. ان شاء الله. كلمني عن المفاوضات دي تمت ازاي؟ لا الموضوع كبير جدا. الموضوع بدا الاول طبعا بدا في شهر واحد اول سنه ليا في مصر المقاصه، فكنت الحمد لله ظهر بشكل كويس. بدا الاول كان نادي الزمالك هو اللي بيتفاوض معايا، وبعدين حصلت لي اصابه، وبعد كده هم يعني شافوا ان خلاص يعني وجهه نظر ان انا ما مش محتاجيني يعني. فالحمد لله رجعت من الاصابه وقدرت ان انا في اخر ماتشين، كان واحد ضد الزمالك ومنهم يعني من الماتشين دول، وكان واحد ضد اتحاد الشرطه، فالحمد لله ربنا وفقني وقدرت ان انا اظهر بشكل كويس جدا قدام نادي الزمالك. فبدا بقى بعد كده يعني بعد الدوري بالظبط، بعد الدوري بقى النادي الاهلي اتكلم معايا الاول، هل عندك رغبه؟ قلت لهم طبعا يعني من غير تفكير. فكلموا طبعا اداره النادي في المقصه، اداره محترمه جدا اللي هو محمد عبد السلام والاستاذ محمد مجد. طبعا اتكلموا معاهم، وكنت انا لسه اصلا اول سنه ليا في المقصه، فالناس يعني ماضي 5 سنين. فالموضوع طبعا هيكون صعب، اكيد عايزين يستفيدوا مني ماديا لو موافقين. فالمفاوضات خدت فتره كبيره جدا طبعا بقى، مع مشاكل مع قصص يعني. خدت وقت طويل علشان كمان انت لسه اول سنه رايح، الناس عايزه تستفيد منك. انت لو خدوا منه سنتين ثلاثه، هم كمان يعني كانوا بيتكلموا معايا ان لا طب هم بص لك عايزين تطلع بقى. عايزين بالظبط. هم عندهم يعني فكر احترافي شويه، ان لا احنا بنجيب اللعيب سنه صغير بننجمه بيظهر معانا ونستفيد منه بقى، وان هو يطلع بره مصر يعني. فهو هو ده كان فكرتهم يعني. بس طبعا انا قصرت عليهم، هم بصراحه يعني بجد يعني انا ليهم فضل عليا كبير بعد ربنا طبعا ان انا موجود في النادي الاهلي. فمش هقدر عليهم بقى كلام، لا يعني الضغط الطبيعي اللي هو الطبيعي يعني. انا نفسي طبعا وحلم، مش حلم لاحمد الشيخ بس، ده حلم اهل احمد الشيخ وحلم بلد احمد الشيخ كلها. اصحاب يعني اللي مؤمنين بيك انا عايز يعني عايز اقول لكم اليوم اللي دخلت فيه النادي الاهلي البلد كلها يعني فرح بجد يعني. احنا بني سويف يعني بفضل الله الواحد هناك يعني الحمد لله رب العالمين محبوب، فالناس كلها يعني مكالمات والناس مبسوطه يعني. كل يعني الاسره كلها اهلاويه ولا في الاسره في حد ينتمي؟